شنو هو الفرق بين الغدة الدرقية والكوادر؟ الناس كلهم كيقولوا الكوادر، حنا بالنسبة لنا كيفاش الغدة الدرقية هي الغدة اللي كتكون في أسفل العنق، هي على شكل ديال فرطوطو بابيون، هي كتكون عندها بجوج جوانح طبيعية. في الحقيقة ما كتشافش وما كتلمش، هذا نون بالباب، ما كان الطبيب ما كيقدرش يقيسها بصبعانه اذا لي، ولكن ملي كتكبر وتوصل لواحد القدر ديك الساعه كنسميوها كواطر. شنو هي كواطر؟ هي سميتو، هي ملي كيكبر الحجم ديال الغده الدرقيه كيتسمى كواطر. حنا هاد الكواطر حتى هو فيه بزاف، كاين الكواطر اللي كيكون واحد ارتفاع في الحجم اللي منسجم كلشي الجهه اليمنيه اليسريه، هذه كتجي الناس اللي عايشين قرب في الجبال في المناطق الجبليه كيبان لك عنقو كبير، ولكن الغدة الدرقية كلها كبرت اذا كنسميوها، هذا هو الكواطر اللي كيقولوا الناس. ولكن حتى هاد الكواطر اما كيكون الحجم كله ولا يكون الحجم غير جهه وحده، حتى هو كنعيطوا ليه كواطر نودولار، هي زعما كاين عقد هو اللي كاين فيه، هذا هو الفرق بين. ولكن حنا ملي كيكون واحد ارتفاع ديال الحجم وكندخلوا في الكواطر، اذا هذه الصفه هذه علاش؟ حيت بعض المرات هذاك الكواطر ملي كيوصل لواحد الحجم كيقدر يبقى يسبب شويه ديال الزيار للشخص، اذا ما كيبقاش يتنفس مزيان، كيصريت صعوبه في البليع، اذا هذه الصفه كتحس به معمر ليه هذا، يقدر كاع هذاك الكواطر يكبر ويهبط ليه حتى للصدر ويخنق ليه شويه الجهاز التنفسي. اذا هاد الساعة خاصو يستشر الطبيب، بعض المرات كتكون الجراحة هي اللي خاصة باش يحيد هذا الارتفاع ديال الغدة الدرقية على الجهاز التنفسي.